ليست موسيقى زكي نصيف من النوع الذي يدهشك لأول وهلة، إنما بهدوء بعد تأمل وأصغاء. إن مقولة السهل الممتنع الدارجة حد الابتذال تكتسب هنا قيمتها الحقيقية ومعناها الأكيد. يعوزك بعض الوقت لتكتشف أن هذه الجمل اللحنية الخاطفة حبلى بالاحتمال ومفتوحة على فضاءات التأويل. هي موسيقى تحمل في طياتها بذور التحول من أعمال قصيرة وضعت للغناء إلى مقطوعات موسيقية تعزفها الموسيقى الآلية، موظفاً الآلات الغربية في مقدمتها البيانو آلته الأثيرة بكل ثرائها للارتقاء باللغة التعبيرية إلى آفاق ومقاربات سيمفونية صالحة لكل زمان ومكان. إيقاع البراءة. نحار من أين نبدأ وكيف نقتفي أثر هذا الموسيقي الغزير والبريء الذي ما لوثته المحن ولا غيبت طفولة رافقته حتى الرمق الأخير. براءة هي ميزته النوعية كملحن متنوع وكإنسان لم يكبر إلا في السن وظل كما الأطفال على وفائه للعقول. يشارك الطبيعة أشواقه وأحلامه، يحدث الشجرة ويستنطق الوردة، يطارد الفراشات ويأمر السنابل أن تجود بقمحها. يشحن الأمكنة باللغة والأحلام والأمنيات، يستخرج طاقة المكان وخصائصه السحرية والرمزية، الريح، الماء، الجبال، الوديان، ويوظفها موسيقيا في المقام والإيقاع. زكي نصيف لا يحن إلى الطفولة بل يعيشها بتمامها، هو في قلبها. رؤية زكي نصيف الشعرية والموسيقية هي رؤية زكي نصيف الشعرية الموسيقية التي أسست لمشروعه الموسيقي الانطلاقة ومشروعه الإنساني الأهداف، بما ضمنها من معاني الحب والوئام والفضيلة. إن مفهوم اللبننة عند زكي نصيف ليس برؤية شوفينية تحمل الوطن فوق ما يحتمل من صفات غير واقعية وترسم له لوحة تجريدية، بل هو منزه عن التعصب القومي الذي يسود فكرة ورؤية البعض من الفنانين والشعراء. زكي الرومانسي. إن رومانسية زكي نصيف هي من النوع البهيج دائماً. نراه يقول في إحدى أغنياته: والمحبة ملها مطرح بالقلب اللي ما بيعرف يفرح، والما بيفرح قادر يجرح المحبة وقلب الموام. ليس في أعماله بكائيات لحنية حتى في تلك التي تتحدث عن الهجر والألم، مما يشي بسلام داخلي وبقدرة فائقة على تقبل الواقع بروح لا تقبل الهزيمة ولا الاستسلام. فالأحزان كما يراها ويصورها زكي نصيف ليست قدراً محتماً، بل هي دوماً عابرة، مفردة هي من مفردات الحياة، تؤلمنا لكنها لا تهزمنا. والآن مع أستاذ نظام توما، أستاذ اللغة العربية بمشرق والتربية، وبالنسبة لغيري أستاذ اللغة الفرنسية. تفضل أستاذ. تحيي إلى مجغرة التي أنجبت هذا العملاق الكبير.
إنه لشرف كبير جدا أن أقف أمامكم مرفوع الرأس عالي الجبين لأحيي بكل فخر واعتزاز وإكبار فقيد الفن والموسيقى الراحل عنا بالجسد والخالد بأعماله إلى الأبد الفنان الكبير زكي نصيف. زكي نصيف لم تحظ بالشهرة والنجاح منة من أحد، بل لقد صنعت تاريخك الفني المجيد بنفسك. صنعته بعملك الدؤوب، بسهرك الليالي، بحيويتك، بنشاطك، بجهادك، بنضالك وكفاحك. وما أعمالك الباهرة إلا الدليل الساطع على صحة ما أقول، فكم موسيقاك العذبة تريح النفوس وتثلج الصدور وتشنج الآذان وتهز المشاعر، وكم أغانيك الحلوة الحلوة تحاكي الطبيعة وما فيها من سحر وفتنة وجمال، وتجسد حياة الضيعة وعاداتها الطيبة الأصيلة النقية الصافية. أعمالك الباهرة هذه صنعت وحدها سجلك الذهبي الذي جعلك بحق وجدارة في مصاف الفنانين الكبار الخالدين. فهنيئا لنا بك نحن أبناء بلدتك، لأنك نقشت اسم مشهرة بأحرف من ذهب ونور. وطوبى لك أنت، طوبى لك أنت لأنك عرفت قيمة الهبة السماوية الثمينة التي أعطاك إياها الله، فجعلت حياتك بناءة مثمرة راقية، توجتها بعملك الفني الرائع الذي جعلك بكفاءة عالية من أرباب الفن والخلق والإبداع. أيها السيدات والسادة، كثيرون من الناس يخلقون ويعيشون ويمرون مرور الريح على الصخور دون أن يتركوا أي أثر يستحق الذكرى أو عملا مميزا يعطي معنى وقيمة وكيانا ومقامة لحياتهم. أولئك يطويهم النسيان ويمحو أثرهم الزمان. أما أنت زكي نصيف، أنت وأمثالك المشاهير، أنتم الذهب الخالص، أنتم الشعلة المتقدة التي لا تقوى السنون ولا العقود ولا القرون أن تخمد وميدها الوهاج المخالق. الحديث عن ذكي نصيف ومآثره قد يطول ويطول، ولكن لذيك الوقت سأنهي كلمتي مرددا: زكي نصيف
يا علما يرفرف في الأعالي، يا قمرا يسطع في الليالي، اليوم وغدا وفي كل آن سيبقى اسمك مشرقا في الليالي. وشكرا للقائمين.